السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أمني براس. اليوم إن شاء الله حبيت نوريكم الموديلات اللي آخر موديلات خدمتهم. هاد هما وغيرهم يعني أسباب اللي خلتني نتأخر عليكم في الوصفات. كما هاد الموديل اللي راكم تشوفوا فيه خدمته بالقماش بلونكاسي، اسمه الموشتي. تقريبا تلقوا المترة منه بتسعين، خمسة وتسعين، خمسة وثمانين، يعني كل واحد كيفاش يبيعوا. روعة روعة، يصلح للصيف ويصلح للشتاء. خدمت منه الوردات هادو، طرزتهم، اخرين ورد جوري، اخرين ورد هذاك العادي. عندك عفوا اوراق وبراعم، وزينت بشويه حجر وعقيق لاكيبير في المخايد وحشيتهم بلوات. عندكم خايد درت فيه زوج كبار وزوج تاع قلب كما راكم تشوفوا. وبهذه الطريقه تحصلت على هذا الفراش اللي راكم تشوفوا فيه. ان شاء الله يكون عجب مولاته وبالصحه والهناء ان شاء الله. هذا بالنسبة للموديل الأول اللي خدمته. تقريبا هذا المدة كامل كانوا عندي فيها لي كوموند، على بها غبت عليكم وما درتش بزاف وصفات. شوفوا هنايا درت هاد العفسة، راني درت تقريبا فصلت، درت قطعة من زوز القماشات يعني نفس القماش، بصح درت هذاك الفاصل، درت له لاكيبير كيما راكم تشوفوا هكذا باش يبان كانه يعني اذا جاك الفراش صغير تقدري تكبريه وتهبطيه. ولا كاينين اللي يحبوا يديروا المسند، شوفوا كانك راكي دايره المسند كيما هكا. كي درت هذاك الفاصل بلاكيبير، يعني درت خط طويل هكا على العرض بلاكيبير من الفوق تقريبا قد المسند، باش يبان كانك دايره مسند. وهذه هي النتيجه كانت في الاخير. عندك ثاني وردات في الجناب منه ومنه وفي الامام. بالنسبه للموديل الثاني تقريبا يشبه له لكن فيه الاسامي. هاد الاسامي اللي راكم تشوفوا فيه كتبتهم بالدا دا فودا كيما نقولوا، كتبتهم وقصيتهم ولصقتهم بالبيستولي. هذا راه سامبل. القلب تاعو اللي درته اللي طرزته ماهوش معوج، هذا قلب مريقل نورمال. القماش كيما قلت لكم اسمه الموشتي، كان يقولوا طومو موشتي، كان يقولوا قطيفة موشتي، كان يقولوا موشتي وخلاص. شريته من عند بني مزاب وكانت هاد النتيجة. هنا في هاد الفراش ما درتش كيما في الفراش الاخر ورد جوري وورد الاخر، هنا زدت مع الفراش ريدوات كاش ريدو عفوا، مع الماسكة هذيك اللي تشد الورود، الماسكة هذيك تاع تاع الريدو، خدمتها بالورد ثاني باش يعطي بهاء هاي الفراش. ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ان شاء الله تستفادوا منهم. ومرحبا بكل وحده حابه تخدم او حابه تتعلم.